ابو شاشه التلفزيون لبنان، رح كون معكم بحلقه جديده من حلقات ماكل هنا. رساله فيك ست فيفيان، كيفك اليوم؟ الحمد لله. اليوم صاروخنا نافر، صاروخنا ماشي للاكل. ايه بيجي على البطن نافر، ما بيجي على البنيات ولا على الناس. من وحي الاسعار مصورخ. مصورخ. حلقتنا اليوم مثل ما كانت عم تقول ست فيفيان، عندنا صاروخ بالخضار مع الجبنه، صنف جديد واول مره بنسويه، وعندنا كمان شرحات الباذنجان بالفستق السوداني والسماق، وكمان هول كتير طيبين للمازة وكتير يعني عم بعطيكم افكار في حال اجوا اصحاب ولادكم او الصبايا او الشباب وبدهم يقعدوا بك تعملون شيء هيك مميز ينبسطوا فيه. هذا الشرحات الباذنجان بالفستق والسماق كتير طيب لإلهم. رح نشوف بشو بنبلش. دائما بنبلش بالعجين. منجيب وعي غميق، بنحط فيه 3 كبايات طحين، بنحط معهم 1.5 كباية طحين فرخة، بنضيف عليهم فيفيان بهم المي السخنة لاي الفترة. يلا حط بنحط مي فاترة على النار ليطلعوا معنا بسرعة، منضيف بيكون باودر 1/4 ملعقة صغيرة وخميرة 1.5 ملعقة، منضيف عليهم ملح 1 ملعقة صغيرة، منضيف عليهم سكر 2 ملعقة. نخلطهم مع بعضهم. انا على طول مغسل ايدينا انا وفيفيان بعد الوعي، سميك شوي، سميك بقصد المعدن. يلا يا حنحط زيت، يلا جيتك. هون عندنا راس بطاطا عم نستويه، عم يستوي راس بطاطا هيدي، بنحط زيت نباتي، فنجان قهوه، بس منيح شاف نصير نحط مع الطحين العادي طحين فرخة لأنه هيك مقطوع صار أرخص طحين الفرخة. فترت المي، بس بدي ست فيفيان تفركهم مزبوط على بعضهم. أنا فترة الماء لقيت طحين عادي عجنت بطحين هيك وصاير ناعم. أخذت الفكرة منه. لا نتلميذك يا شيخ. تسلم. منضيف المي، الفاترة انتبهوا ممنوع سخنة، فاترة. نعمل شيء نهون على الستات ونعطيهم افكار. ايه ست البيت، شو بعرف ست البيت، هي ست شاطره وبتعرف تطبخ بالاكل واحلى من الشيف انطوان واحلى من فيفيان، ولكن اوقات بتنسى شو بدها تعمل بكره. نحن بنعطيها افكار لتصير تعمل هالاشياء فقط لا غير، وهي اذا عندها افكار بتلفن وبتقلنا. هي كمان كلنا بنعلم بعض، ما حدا بتطلع معنا بحاجة. ايه كمان هالعجينة أخذت بعضها بس قاسي، بدي إياها شوي طرية. عجينة ممتازة. هلا منشان نعمل الحشوة منجيب جوت،
حشوة الصاروخ هلا عم نبلش. حطها هونيك مثل العادي. مثل العادي. هالبرنامج هو برعاية يا ماما هالأصناف الطيبة من خل التفاح، خل البلسميك، الكاتشب، الصويا صوص، الطحين على أنواعه، ما بعرف إذا قطعوه عندي يا ماما، الملح، مظاهر موارد، وعندنا صلصة الباستا يلي رح نستعملها هلأنية بالعجينة، صلصة الباستا من يا ماما بالإضافة لصلصة البيتزا ورب البندورة والكاتشب. نعمل الحشوة. اعطيني الصينية من هون لقص فيها الباذنجان بالأول فرد مرة. هاي ايش هلا؟ هالباذنجان احقصه من الدرب نشيله ونرش شوية ملح بدنا نشوي شوي. هلا شو؟ هذا للحشوة. اوكي. الباذنجان عندي نقص بنص روندير يخلي القشرة فيها تعطي المنظر أحلى ولا من سطوية نحن عمهنا. هلأ بشيخ المحشي في فيها تضل القشرة بتستوي أو هيك من بتستوي؟ ليش ما بتستوي؟ فيها نعملها نص وفيها نحطها ما بالفرن بدها ربع ساعة بشيخ المحشي تستوي. يعني ما تخمن إشي الباذنجان عنيد كتير ما بترضى لا منيح انه هاي الباذنجان. ايه يا صفيهم اذا بدك رشيهم ملح. الباذنجان كيف ما اكلته طيب. شفت هيدا الأمير اللي قال له للخادم عنده قال له عبالي باذنجان، قال له ايه الباذنجان سيد المأكولات بيتاكل مشوي مقلي مطبوخ ناي مكدوس، قال له ايه، قال له بيقول له الأمير بس انا اكلت منه مره ضايقني، قال لي قال له يي هيدا صار يلعن بالباذنجان واللي خليه له بقاله واللي بياكل باذنجان وهو اسود وهو منفوخ. قال له رشيتي ملح؟ ايه. قال له الامير شو بك عمي هلا كنت عم تمدح بتمدح بالشغله وبتزم فيها بذات الوقت؟ قال له ايه انا خادم الامير مش خادم الباذنجان، اذا الامير قال منيح انا بقول منيح واذا قلت لا انا لا. شغلته يا يبهر او ما يبهر. وفي عنا كثير منهم هوا. في عنا كثير. نمشي ورا البصل. البصل الاخضر ما تخافوا منه غالي بالنسبه للبصل اليابس رح يطلع بسعر بعضهم تقريبا. هلا صار بكل بيت شايف في بصل اخضر قد ما عم بفرخ البصل. ايه وعم بيعلمونا نزرع على البلكين. ايش علان؟ إذا طورنا الزراعة بنكون عم نفيد بلدنا. يلا بحط بهار أبيض شايف كمان. لا عندك لا ما بدنا. أقولك لا ما بحب البهار الأبيض زعلان زعلان هو الأمير. ما بحب البياض لأنه هو أسود. إيه كمان. هي البصل بنفرم ناعم. حطن على جنب. حطين على جنب. بدي عازبك تبردي راس البطاطا، بردي منيح، حطي له مي سقعه واتركيه خليه يبرد. البصل الاخضر نقصها هيك. Thank you.
خليني أقول. بعد ما نرسلي أشري يا ميري معروف. بعد حطي له مي. تبولي شوي خلينا نعلمه. هي راس البطاطا هلا بجسه انا شين بلش يفتر؟ بردته ست فيفيان برد ولكن قلبه سخن، قلبه في حراره 100. بيرجع بيعطي لبرا، بدنا نغسله وننقعه شوي بالماء. ننسقع. خلينا ننقع. هو بدك هنشف؟ لا. بدي زين فيه. اكيد هودي انت بهمك التزيين. هي البصل الأخضر ولا عز وبلش يطلع. يلا انا بيعطيها نكهة كتير طيبة. هلا يعني مش متوفر عنده بصل أخضر يستعمل بصل عادي. فلافلي بنقصها كمان بنفرمون رقيق منهم كتير سماك ليستووا دغري بالفرن معنا. هلا البطاطا اللي عمل أكلة امبارح وفضل عنده بطاطا حلوة كمان بيمشي الحال. بيمشي حالها مزبوط. والبطاطا الحلوة تستوي اسرع من هيك شايفه؟ ايه اسرع بشوي وقت. ايه هي طيبه كثير مشويه بطاطا. طيبه مشويه. ايه مثل النخاعة بتطلع. اصبح هاي الفلايف اللي عم نفرمها اهم شيء. هلا بالحشوه بدي استعمل برش حامض، مش رح استعمل عصير حامض. حطي الذرة، بقدونس، الفطر، رح نجيب حامضة حطيها. الذرة كتير كتير كنا نسوي. ما فيكم فيهم ماي. ما فيهم، أنا شلتهم ولا أنا بحط فيهم ماي. هلا إذا صفوا شوي ما بيأثر. بصل فلايفلي ودارة صح؟ دارة بقدونس. أهم شيء برش الحامض. هول بقدونس. بقدونس تحطيهم والفطر. وهيك الفطر. زيتون أسود. غنية. قليل ملح لأنه فيها زيتون أسود وبهار أبيض. هلأ ملح بس بزيادة. وأهم شيء قلت أنا برش الحامض اللي بدي أعطيها طعمة طيبة. فينا نستبدل برش الحامض اللي ما عنده حامض، كل البيت عنده، بس أنا عم استعمل حامض تبع يا ماما وعنده ليمون بردقان، في كمان يغسلها البردقانة ويبرشها يمشي حالها. زيت زيتون واحركيهم مع بعضهم. يلا وهذا زيت. يلا هات لنساوي صلصة السماق مع الفستق فالمرة أو منحط بالفرن ونجي منحط بالفرن نجي أحلى. هالحشوة بتشهي بس ما بدها شو بطاطا. يلا خلينا نقشر البطاطا. جيبي لي اياه كون برد. هلا هلا
تشتغلي اشياء بيتيه انت. انا بشتغل اشياء مطعميه. بالمطعم كيف يعني؟ ونتركه مثل ما هو ونقصه شرحات ليطلع معنا مرات القصه مثل بعضه. يلا مهم النتيجة لزق نتيجة واحدة بس السقة بلزق داي في نشويات داي نسبة النشا في شيف شي 80% بتحسه في لا هو نسبة الكتير نسبة الماي أكثر بس في نسبة نشا قوية أكيد بلش من يلا دي يلا تخطط تنفرد بعضها البطاطا الحلوة يمكن في سكر أكتر ايه؟ الحلاوة فيه أكتر نجيب عجينتنا نرجع منمسح مرة تانية وسعي شوي لهون لفينا نحط شوية طحين هون في عندك اللي بيمشي لوحده اذا بدك او ما بدك بيمشي لوحده لا يعني قطع لك اياها اعطيني جوا يلا هيدا هي هيدا هي نعملها مطاولة تطلع معنا على شكل الصاروخ هي اللي نكون صريحين العجينة بدها ريحة ساعة بس ما معنا وقت هن فيهم يعجنوها كمان قبل بنهار من عشية لعبكرة اللي بده يوفر شاف عجينة انه في اشياء وقت هلا نحن بنصير نقول بلا ما نشتريها بصير يشيل من هالعجينة ويخلي بصير يعجنها من قبل بنهار بتخمر بتخمر وتطلع طيبة كمان لحتى في الخميرة يشيل شقفة مثل هاي ايه بحطها بالطحين بوعي مثل هي بالطحين وبالبراد تاني نهار بيستعملها بيستعملها للعجينة بيوفر خميرة لأنه كمان صار سعرها مش هين الخماير مش إلا الإنسان رخيص هني غلوا غلوا الخبز إنه رفعوا الدعم عن الخميرة منيحة منيحة زي حياة يعني عملي لها زيت شيلي على جانب سكين صغيرة حاطيك سكين إيه إيه هاي الزيت شيليها يا هاي هي خلص يلا بتجنن هاي ملعقة صغيرة للجبنة بالأول هاي ملعقة تانية تشيلي وتحطي أوكي.
ايه بهالشكل. جبنه، اي نوع جبنه بحب؟ اي جبنه بدهم اياها، ما عدا البيضة اكيد، بدها تكون جبنه مطبوخه. بس لنوضح الامور، جبنه مطبوخه يعني مثل صفرة. هاي جبنه مطبوخه بسموها، عشان هيك بتهدي. ايه بتعرف شيف، احلى من بحسها احلى من الموزاريلا. الموزاريلا بس تطبخها كثير وتنشف بتلاقيها كلهم ملاح، تلاقيها هيك بنحط زيت، عظمت زيت وبندهن الصواني. نلفها هيك. ايه بس اعدك من هون، هلا نضل فيها نصف صغيره جبنه مبينه ما بيأثر. هي بس على شكلها. فيكي بالشوكه بدك تكسر من جوا، وفيكي بلا الشوكه بتشيلي العجينه مثل هلا وبنحطها بالصينيه. هاي الصينيه بعدين بنحشيها. يلا هي الصاروخ، بس بيوصل ما بيبعد كثير الصاروخ. ايه من المطبخ على المعدة، معدة الإنسان. كمان بعد بدنا صينية. نحط بيستو. ايه نسينا البيستو معك. يلا يماما. ايه بيستو من يماما. يلا منجيب صلصة البيستو من يماما، ندهنها للعجينة. بنحط عليها الحشوة. هلا ما عنده بيستو بيشتري صلصة أو بيقلي بصلة مع زيت زيتون، ثوم، بندورة بيفرمها بيعصرها بضيفها فوقهم بيغليها على النار ربع ساعة تعطينا الصلصة تبع البيستو. إذا حط فوق رب البندورة هيك شوية ما بيزبط، رب البندورة مكثف لأنه بيعطي حدية. يا بدي يجيب صلصة بيستو أو بدي يعملها مثل ما قلت له، بدي يختار هو. خيار، بدي يختار. هلا يلي بده كمان من بعد ما يقليها على النار شوية حبق ناشف كمان بتطلع طيبة. كمان صلصة بيستو. وحشوة. هلا في بيتزا شيف بتلاقيهم حاطين فيها صلصه بيضة ودجاج مشوي. في كثير. ايه؟ في عندك 82 صنف بيتزا. هلا بدك بكره تكرم عينك بهالشهر الفضيل بنعملها انا وياك. ايه هاي اول صينيه حنفوتها على الفرن. كثير طيبه. ها هلا انا بهالوقت كمان هي وفيفيان عم تشتغل وبساعدها، بنجيب مقلية
كأنها شو هي، حطها على نار، كمان بحط معها شوية زيت نباتي، شوي ما بدي لي الباذنجان شوي، محرمة معدة، بهالشكل. هلا خليها اذا بدنا نشتغل فيها. ايه ده انت بدك اياها كله مدعومين ثلاثتهم لنا ما في للعدو ما في نحن عنا بس يا خليني احط هيدي هون محل ما بدك حطي وسع نتف يا اصبح هاي المقلية بنجيب الباذنجان يلي ملقحته الست فيفيان ملقط معدن سميك بالاول خليه يحمى شوي صغيره بنحط على عجينه صلصه الباستا من يماما بيجي للمقليه حط اذا بدك بنحط باذنجان برجع بقول عم نشوي شوي الباذنجان يستوي نار خفيفة الأول نار قوية بس ليبين إنه حمت الوعي في عنا قطعة كبيرة وقطعة صغيرة محل ما بنلاقي محل انه بدنا نحط كبيره بنرجع بنحط كبيره ومحل صغيره بنحط صغيره خليني نمت انا كمان صلصه بس الباستا من يماما بنحط عليها هلا بدك تعملي لي صاروخ مجنح هيك مجنح؟ نستفيد من ال من المطرح من المحل عجبتك هيدي؟ وبلكي عجبهم و صار بده؟ نفتح مصنع انا وياك هيك كل شيء غالي مش عم توفي معنا نفتح مصنع صواريخ غلا الغلا هالغلا شيف مرق فعلا الله يساعد مرق مرق بكل العصور يعني بانه مش بس عنا كان من زمان كمان انه بتلاقي في غلا هيدي صارت خالصة هون بننوس نارنا رح تساع معك جنابي بتساع يا بكفى انا بخليها تلوق شو بدنا نعمل بدنا نمشيها يا صلصه يا صلصه باستا بالزمان صار راحوا الناس قد ما صار في غلا عم يشتكوا لهال لرجل حكيم لأحد الحكماء اه كان في حكماء يعني ايه هلا ما في عندنا هاي المشكلة ما شاء الله زين هاي المشكلة هلا ما في قالوا له هلا نسيين نسيين شو في بالشعب فيش معه الخبر معاش الواحد مليونين او ثلاثة بده يدفع منه مليون ونص اشتراك بيدفع 3 ملايين بنزين وشو بياكلوا وبيشرب؟ ما بياكلوا وبيشرب لو حسين كانوا بيحسوا مع الشعب نفوتها
ما أفلاطون قال لهم لازم يا الفلاسفة يحكموا البلاد أو الحكام يصيروا فلاسفة. هيك بنقلب هون نشوه لا بيشرب زيت الباذنجان ولا طل الخبر. نحن كنا عم نقول عن راح عند الحكمة شو قال له، نشوف شو قال له. قالوا له في غلا لحمة، قالوا ما ياكلوا لحمة، شو بدنا نعمل؟ قال لهم رخصوه، قالوا له ليش نحن عنا منه لنرخصه؟ قال لهم مقولة إذا غلي الشيء عليكم ما تاكلوا منه. برافو، بيرخص تركو. بس بلبنان تركو، بلبنان بطل في شيء رخيص، تركو غالي شو بياكل واحد تركو، بيرجع بيرخص أكثر ما كان هو غالي. نحن ما شاف ما بيمشي هون هيك، بتقول لهم اعملوا قاطعوا ما. يعني هي نظرية مضبوطة إنه واحد خلص يقاطع. هلا بيقاطع إذا صنف واحد. طب أنا إذا بدي أقاطع البنزين كيف بيجي بعمل حلقة؟ إيه. ما فيك، رجعنا ليا. بس لو شي بس ما متعلق بالأكل بيمشي الحال. يلا. هلا بدنا نعمل شوي بالسمسم. يا فينا نعمل شي بالسمسم وشي بلا سمسم. يا كمان صلصة الباستا من يا ماما، هي صاروخ مرتبة الآن. هيدا اثنين أو ثلاثة داخل رفيع، هيدا رفيع ومطاول، هيدا يروح سقفين ثلاثة. أنا وعم ساوي صاروخ بالخضار والجبنة أنا والست فيفيان، يعني توقف مع محطة إعلانية ونتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. بعد المحطة الإعلانية رح نشوف شو هالصواريخ من جميع العيارات، في كل الأحجام فيهم. يلا أنا هون كمان الباذنجان عم ينشوى، أول قسم شلته ضل فيه شوي صغيرة، بدي على الملتين يصير لونه هيك ليكون استوى الباذنجان. يلا عملي وحدة بعد وخلص، هديك بعدين بنسويها. ستويون كان العجينة هون عادي، شفت ثلاث كبايات طحين، زيت كباية ونص طحين فرخة. ايه مع طحين فرخة مظبوط. كيفية شوي ايه. بحطي لها شوية سمسم قبل. يلا هي السمسم حدي حبي لمعها نتف لمعيا زيت هدي هاي فرشي لمعي بدك يا يم شو طالع عبالك لمعي حشوة بصل بطاطا فلافلة درة وفطر
زيتون. زيت زيتون برش حامض نرجع بنقول برش حامض. هاي اللي بتلمع لمين بدك تطعميها شايف؟ لمخرجنا ولا؟ ايه. مين عندنا استاذ حنا بويري؟ ايه. هيدا اللي بيلمع للصاحب اللي بينفع. هلا يا حنحضر الحشوة لتكون طلع هون خلص يعني. خلص ماشي خلص حطيها على جنب. يلا هي بعدين بتعمليهم صغار للأولاد. اوكي. هلا بدي ناصر حامض. ونعمل صلصة الباذنجان بالفستق والسمق. نفرم فستق السوداني هذا رخيص منه غالي. هل رح نعمل منه المعمول ايش؟ نعم لا رح نعمل بجوز مش هالقد في قولنا لا منيح ماشي العين. يعني من القليلة على العيد واحد يعمل له شوي. هلا فينا نعمل معمول بالمربى كمان طيب. في ناس كثير اهل الجبال بيعملوا مربى. مربى الطين، مربى المشمش، مربى التفاح، شو هلا؟ شو ضروري يكون بالفستق الحلبي معمول البازيلا ما رح تعمل له امبارح نعمل وصاك وصاك على 14 دزين هشام ايه. مش ناسيينه. هي الفستق السوداني تعرف شيف فكرة كمان للستات. شفت العجينة اللي عملناها عجينة كعكة البشارة عملتها أنا ويعني فيك تعملها معمول حشيتها تمر وكتير طيبة. ايش لا يعني هايدي لا فيها إذا عندهم أولاد وما بدهم يتكلفوا زبدة وهيك بتعمل عجينة البشارة كعكة البشارة وبتحشيها طامر. هلا فينا نعمل ونخفف يعني لحتى هالعجينة هلا سويناها للصاروخ هي ذاتها إذا بيضيفوا لها ثلاث ارباع الكباية سكر فيهم يستعملوها للمعمول للمعمول ايه بكل سهولة في كذا عجينة بس إذا بتجي لعجينة المعمول الأصلية قال لي نحن عم نسويها. هلا نضيف كان فيه طحين نحط فيه الفستق وفينا كمان الفستق بجرن بسام شيخ النجارين والله حفظتيه بسام شيخ النجارين الاصلي فينا ندق فيه الفستق السوداني يعني كأنه عم ندق تون. أعلمكم على طريقتين يلي ما بده يفرمون مندقهم بهالشكل واللي عنده مكنة تطحن مكسرات صغيرة
في سوايون كبيره بيروحوا بقلب بيضيعوا بالمكنه. كل شيء لليمامه. رح حط فوق بقدونس السمنه. ايه زيت زيتون ملح ملح وبهار ابيض يا أسرع لك عصير حامض أنا. حطيهم. أصبح فينا نستعملهم فارم وفينا ندقهم بجون التوم شوي. كشنين بدي اياهم ما بدي اياهم ناعمين. حتى جوز المعمول شايف فينا ندقهم بهيدي فينا فينا بنعملهم بهيدي. هلا الستات اللي بدهم يعملوا اكل فيهم يمرقوا المعمول شايف افضل ما يتمرق اكل ما كثير يحبذ الواحد انه يحط يفرز اكل بالثلاجه مش هيك؟ المعمول بينحط ب يلا بنضيف عليهم عصير حامض وزيت زيتون. حطيت شيف زيت حطيتي؟ شوي بعد شوي ايه في كرم انا حطيت شوي يلا هون نمسح هيك جات اعملي لوحده بنعمل بغير واحد يلا خلطيهم لك كيف نسوي يلا بهذا الشكل يلا اوه شو المنظر الحلو هلا نحن ما حطينا شيف هون لا بصل ولا ثوم لانه في الفستق فستق السود يعني ما بينحط يا حيصير في عمليه تبديل بالعجين راح اشوف المقادير عبر شاشه تلفزيون لبنان والست فيفيان عم تحشي الباذنجان يلي هو بالفستق السوداني والسمان
نتابع حلقتنا. وهول البتنجان اللي هن صغار كمان رجعوا شويناهم. هيدي العجينة ونحط آخر حشوة آخر صينية معنا بالفرن. هيدي منشيلها وهيدي منفوتها محلها. شهي بدنا في صغيره من تحت. يا هاي ضل بتنجم. يلا بلش اعطيكي جات لتسكبي. بحط هون شفتي. ايه حطي عندك. ليش هالملقط غسلته شوي؟ لأنه كنت عم شيل فيه باذنجان مشان ما يأثر على طعمة العجينة. شهي هيك بشهوا صواريخنا. بس مش رايحين ولا على بلد تبوا، بس على بطوننا، على بطوننا، على البطن. هلا صاروخ البطن. هاو صواريخ محبة يا شيف لكل الأحبة. ايه تخلي تقول بس بساعدنا. ايه نشكرك يا ماما على صلصة الباستا أو البيتزا اللي حطيناها مع العجينة. اثنين بيمشي. خدلي الزيت شو بدك؟ هيدي كمان خلصت. يلا تبي فوطه هاد. اعطيني ملقطك. يلي انضموا لنا هلا يح عالسريع اشرح لكم. اول شيء اليوم عندنا كان صاروخ بالخضار والجبنه. عملنا عجينه 3 كبايات طحين، كبايه ونص طحين فرخه، فنجان قهوه زيت نباتي،
ملح خميرة ملعقة صغيرة ونص، بيكون باودر ربع ملعقة صغيرة، سكر ملعقتين، ونحط له المي فاترة ومنعجنهم ومنريح العجينة ساعة. الحشوة بصل أخضر ثلاث بصلات، ما عنده بيستعمل بصلة بصل عادي، بطاطا راس حبة كبيرة مسلوق ومقطع، زيتون أسود 150 جرام بلا النواة، ذرة ثلاث أرباع الكباية، فطر ثلاث أرباع الكباية، بقدونس ناعم نص باقة، زيت زيتون فنجان قهوة، وبرش حامض وقليل من الملح، وبهار أبيض. منجيب صلصة البيتزا أو صلصة الباستا من يماما، ندهن كعب العجينة منا، واللي ما عنده بيقلي بصلي مع زيت زيتون توم، بندورة بيعصرها بالآلة الكهربائية، بيطحنها بضيف عليها بيغليها ربع ساعة، بحط لها شوية حبق. نرجع نحشي من بعد ما حطينا صلصة الباستا والبيتزا من يماما، بنحط الحشوة عليها للصاروخ، فينا نحط لها سمسم على الوجه، فينا بلا سمسم، فينا نعمل شكلين مثل ما عملت أنا وفيفيان، وعم نخبزهم بالفرن وعودين. كمان كان عنا بتنجان بالفستق السوداني والسماء. هالبتنجان مشوي شوي، شفتوني حطيت مقلاية، بس لدهن تدهن بالكنينكس بمحرقة المايدة بالنسبة للزيت أبدا، بس دهن تدهن شويتها كأني عم بشوي على الفحم أو على الحطب أو على أي مسبح. من بعد ما شويناها تستوي أول مرة على نار قوية، بعدين على نار خفيفة، مندق فستق سوداني أو بفرمه ناعم، منضيف عليه ملعقتين سماء فستق سوداني 150 جرام، برجع منضيف عليهم بقدونس ناعم، ملح، بهار أبيض، بينخلطوا كلهم سوا مع بعضهم مع زيت زيتون إلنا وعصير حامض، بيندهن وجه هالبتنجاني منا ومنقدمها. هادي بعد نية منجيبها شو منعمل وقتنا خلص على أصناف. أنا وياكي بالعجين لازم نجيب أربع أفران، مش فرنين، يلحقوا معنا إن شاء الله خير. يلا حلقتنا لليوم انتهت، ميرسي ست فيفيان، ميرسي لك على معاونتك على الأطباق الطيبة. كان عنا اليوم صواريخ بالخضار والجبنة، الجبنة لفيناها حطيناها على داير العجينة ولفيناها لواحد، يعني هذا ما تشوفوه حرف سميك، هذا حرف محشي جبنة قلبه جبنة طيبة. بعدين كمان عنا الباذنجان بالفستق السوداني والسماء. حلقتنا اليوم انتهت، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام، شوفكم بخير، من لكم باي باي.